انتقدت منظمة الشفافية الدولية بالمغرب ما سمته بتقاعس البرلمان المغربي في تبني مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع للموظفين المكلفين بمهام رسمية، داعية إلى ضرورة تضمينه عقوبات سجنية في حق الأشخاص الذين يثبت اختلاسهم أموالا عامة. يأتي هذا في وقت تعتبر فيه كتل برلمانية أن الوقت لم يحن بعد للإفراج عن مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع الذي يوجد في ثلاجة القوانين في مجلس النواب المغربي منذ سنة 2016. مسمار جديد يدق في قدم البرلمان المغربي. انتقادات تطال هذه المؤسسة التشريعية بسبب تأخرها في تبني مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع للموظفين المكلفين بمهام رسمية. منظمة الشفافية الدولية بالمغرب انتقدت هذا التأخير ودعت إلى تضمين المشروع عقوبات سالبة للحرية يعاقب بها كل من ثبت اختلاسه أموالا عمومية. فيما يخص مشروع القانون لإطراء المشروع الذي جاء ضمن القانون الجنائي، طالبنا بضرورة تضمين العقوبات الحبسية في هذا المشروع وحرمان المعنيين بالأمر من ممارسة حقوق السياسية والمهام العمومية بصفة نهائية كضمانة لتتميل الجهود الخاصة بمكافحة الفساد. هو مشروع قانون ظل يراوح رفوف مجلس النواب منذ إحالته على الغرفة الأولى في يونيو 2016 دون أن يعرف طريقه نحو المصادقة. مشروع قانون تقول فرق نيابية مغربية أنه لم ينضج بعد ولم تحن الظروف المناسبة لإخراجه من حالة الجمود. كل قانون عنده منطقه وعنده سياقه وعنده أهميته وعنده اللحظة الفارقة اللي ممكن أنه يتحسم فيها النقاش، ولكن النقاش أنا كنعتبره على أنه صحي، وبالتالي أنه الحسم فيه سوف يعني غادي تكون واحد يقدر يكون توافق. من جهته طلب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني البرلمان بضرورة تعجيل المصادقة على هذا المشروع، مؤكدا جاهزية حكومته لمواصلة حربه على الفساد وترسيخ الوعي بأن ممارسة الوظيفة لا يمكن أن تشكل فرصة لممارسة الفساد وتحصيل أموال وفوائد غير مشروعة. هي زوبعة في فنجان، هكذا بات يوصف النقاش المثار حول مشروع قانون الإثراء غير المشروع بالبرلمان المغربي. جمعيات حماية المال العام تتهم الفرق البرلمانية بالتقاعس في المصادقة عليه، والفرق النيابية تقول بأن الوقت لم يحن بعد لإخراجه من الرفوف. كريم القرقوري، العربي، الرباط. تنضم إلينا من الرباط شريفة المويرة المنسقة الجهوية لجهة الرباط وسالة لحماية المال العام بالجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. أهلا بك. إذا لما هذا التقاعس من البرلمان برأيك وما هي الأسباب؟ أهلا وسهلا. الأكيد أن هذا العجز الأغلبية الحكومية عن إصدار الصيغة المناسبة لمشروع القانون الجنائي لهذا القانون الذي يجرم الإثراء غير المشروع هو يعكس بشكل جلي الأزمة السياسية التي يعرفها المغرب، مما لا شك فيه أن هذا التوجه، توجه نحو تجريم الإثراء غير المشروع، هو توجه دولي انخرط فيه المغرب يعني من خلال العديد من الاتفاقيات. لكن ومع طول هذه المدة والتقاعس الذي عرفه هذا القانون، يعني يطرح التساؤل حول هذا التردد الذي يعني تواجه به الحكومة هذا الملف، الذي يعني يسائلنا حول كيفية التنزيل الإيجابي للوثيقة الدستورية التي اليوم هي بحاجة إلى تنزيل لمواكبة التطور الدستوري الذي جاءت به. هناك أيضا من يتهم الحكومة المغربية بالازدواجية في تعاملها حيال هذا الملف، ما حقيقة ذلك برأيك؟
وهو واقع الحال يقول على أن يفرض أو لا يعني يوضح على أن هذا التناقض الذي يعني تتخبط فيه الحكومة المغربية هو راجع يعني حسابات يعني هذا العبث حزبي الذي ينعكس على الأغلبية. فيمكن القول هنا بإعطاء مثال بسيط، فالحكومة الحالية في صيغتها الأولى من خلال وزير الوظيفة العمومية الذي كان دائما يعني يصرح بأن مقاربة المغرب في هذه النقطة أو محاربة الفساد هي مقاربة شمولية وقائية، والحال أن الفساد في المغرب هو فساد بنيوي لا يمكن محاربته فقط من خلال إجراءات يعني وقائية، بل يجب أيضا أن يعني اتخاذ تضمين يعني تضمين عقوبات حبسية إلى جانب هذه الغرامات التي جاء بها هذا القانون، بالإضافة إلى أنه في نفس الوقت وفي من خلال يعني التعديل الحكومي ونفس الوزير الذي كان وزير الوظيفة العمومية هو اليوم وزير العدالة وزير العدل، فهو اليوم وفي كل مرة تثار فيها هذه النقطة فهو يلوح باستقالة معلقة حول هذه النقطة، وهي في الواقع الأمر لا تحرك في هذا الموضوع شيئا. نعم. طيب أشرت منذ قليل إلى موضوع العبث الحزبي، لو توضحي لنا هذه النقطة. نعم، يعني في المغرب يعني السياسيين الشعبويين ينتعشون من خلال يعني إعطاء غطاء لبعض الفاسدين والفاسدات في الحقل السياسي المغربي، لذلك فهم تركيزهم يعني الأكبر يكون على نقطة لكن يغيب عنها الاستحضار يعني الفاعلين السياسيين يعني نظيفي الذمم الذين يمكن أن يقوموا بترجمة هذه القوانين وهذه الاتفاقيات التي انخرط فيها المغرب، لذلك ف يعني يمكن القول على أن اليسار المغربي كان دائما سباقا إلى يعني إلى المبادرة حول هذه طيب لمير، يعني بالعودة إلى مشروع، عذرا على المقاطعة، بالعودة إلى مشروع القانون الإثراء، ما هي الثغرات برأيك في مسودة هذا القانون؟ يعني أول مأخذ على هذا القانون هو عدم دقة تعريف جريمة الإثراء غير المشروع وحصرها فقط في الزيادة الكبيرة، وهذا بحد ذاته يمكن أن يفضي إلى يعني التعاطي الانتقائي في هذه النقطة وعدم الدقة والتجريد، وأيضا يمكن أن يسقطنا في حالات الشطط في استعمال هذا القانون لأشياء يعني لتصفية حسابات أو يعني لمآخذ غير التي جاء من أجلها هذا القانون. نعم، إذا ابقي معنا سيدة لمير. نذهب الآن إلى زميلة دانيا رشيد ومعلومات أوفى حول قانون الإثراء غير المشروع في المغرب وبعض الدول العربية، يعني نتابع. طائفة الجرائم التي تطال المال العام تصنف عالميا من أخطر الجرائم، فمعها يهدد أداء وظائف الدولة، ما ينعكس على المصلحة العامة والمجتمع بكافة أركانه. ورغم سن القوانين والتشريعات وتجريم الإثراء غير المشروع، إلا أن كل هذه القوانين وخصوصا في بلداننا العربية تشهد وقف التنفيذ. في مطلع العام الحالي انتقدت منظمة الشفافية الدولية تقصير البرلمان المغربي في تبني مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع للموظفين المكلفين بمهام رسمية. وكانت الحكومة المغربية أحالت عام 2016 قانونا إلى البرلمان ينص مشروعه على فرض غرامات ما بين 10,000 إلى 100,000 دولار في حق أي شخص تثبت زيادة كبيرة وغير مبررة في ذمته المالية لمهمة أو وظيفة عمومية، في حين استغرب بعض المعنيين من كيفية ردع شخص ثبت اختلاسه المال العام بمجرد الحكم عليه بدفع غرامة مطالبين بإعادة صياغة نص القانون وبضرورة تضمينه العقوبة السجنية ومصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام.
في عالمنا العربي تبقى أمثلة محاسبة الإثراء غير المشروع قليلة جدا في ظل عدم مصادقة كل الدول على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولكن في مصر نص القانون الذي وضع في السبعينيات على العقوبات الحبسية. وفي تونس صادق البرلمان التونسي على قانون عام 2018 نص بوضوح على مصادرة الأموال المحصلة بطرق مشبوهة وفرض عقوبات حبسية. أما في لبنان فأقر قانون الإثراء غير المشروع عام 53 وعدل مرة واحدة عام 1999، ولكن هذا القانون لم ينفذ أبدا، ليس لغياب الفاسدين وإنما لعدم تطبيقه بتاتا. شكرا للزميلة دانيا الشريد على كل هذه المعلومات. نعود إليك سيدة لومير. إذا هناك بعض المنظمات الغير حكومية تطالب بإضافة بند يتعلق بالعقوبات السجنية، هل تعتقدين أن البرلمان قادر على الاستجابة لهذا الطلب؟ طبيعة الحال بما أن كما ذكرت سابقا بأن الفساد هو فساد بنيوي في المغرب لا يمكن محاربته فقط من خلال العقوبات يعني الغرامية، ولكن يجب من الضروري يعني الإدفاء أو لا تضمين عقوبات حبسية، لأنه لا يمكن فقط كل مختلس أو كل فاسد يعني عرف ثراء من خلال بطرق غير مشروعة تفرض عليه غرامات، هذه الغرامات يمكن أن يؤديها. المفروض أن حفظ قدسية المال العام يجب أن تبقى يعني محفوظة من خلال المسؤولين العامين الذين يؤتمنون عليها. بالنسبة للشق المتعلق هل يمكن أن البرلمان المغربي يمكن أن يتعاطى أو لا يتجاوب بالإجابة مع هذه النقطة، فالمنطق يقول على أن من الضروري لتنزيل هذه القوانين والتماشي مع السيرورة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية المغربية، فيجب من يعني المصادقة عليها. لكن كما قلت سابقا واقع العبث الحزبي في المغرب يعني يفرض أو لا يسبق يولي أهمية كبرى للمصالح الحزبية فوق المصالح الوطن والأخلاق الوطنية التي يجب أن يتحلى بها مسؤولو الأمة. ولكن أيضا من جهة أخرى بعض البرلمانيين عبروا عن مخاوفهم من أن يتحول مشروع هذا القانون إلى يعني نوع من تصفية الحسابات مع بعض المسؤولين، كيف معناتها ما هو الحل هنا برأيك؟ نعم، هذا ما ذكرت سابقا أن مسألة عدم إعطاء تعريف أو لا إعطاء التعريف لهذه الجريمة التي يعني نحن بصدد الحديث عنها هو ما يمكن أن يفضي إلى هذه الأمور في التعاطي بانتقائية مع الملفات والتعاطي بانتقائية بالنسبة لكل يعني انتقائية أو لا انتقامية. اليوم المفروض على أن الحكومة في إعطائها هذا القانون يعني إعطاء تعريف واضح ومباشر، ليس فقط من خلال تعريفها بالزيادة الكبيرة. أيضا من المفروض أن يكون هذا القانون واضحا وشاملا كي لا يتم السقوط في هذه النقطة، لأن الواقع يقول على أن هذا الفراغ التشريعي الذي يعني يلامس هذا القانون مآله أيضا هو هذا الانتقائية التي يمكن أن تمس بالعديد من المؤتمنين والعديد يعني نحن لا نقول على أن يعني كل المسؤولين هم فاسدين، ولكن نقول على أن هناك نسبة مهمة. لذلك فمن الواجب حماية المسؤولين النظيفية الذمة والتعاطي بحزم مع الباقي الفاسدين الذين يعني تخلوا عن الأخلاق الوطنية في مسؤولياتهم العامة. طيب بشكل عام كيف تقيمين مستوى الشفافية والجدية في المغرب في محاربة الإثراء الغير المشروع والفساد أيضا؟
نعم، منذ سنوات والمغرب انخرط في هذه النقطة، محاربة الفساد وأيضا الإطراء غير المشروع، لكن الواقع الحالي يقول على أن التعاطي معها يجب أن يكون تعاطيا بشكل حازم أكبر، بشكل يفرض كما يعني كما تمت الإشارة سابقا مع أنه يجب تضمين عقوبات حبسية. الغرامات المالية هي ليست كافية وهي ليست رادعا للمفسدين داخل المناصب المسؤولية في الإدارات العامة، لذلك يجب تضمين عقوبات حبسية لتكون رادعة. عقوبات حبسية يعني مهمة، لأن من يعني من سولت له نفسه خيانة هذه الأمانة العامة التي اؤتمن عليها يجب أن يعاقب يعني بعقوبات مهمة، لأن الغرامات المالية ليست كافية، فمن الضروري تضمين عقوبات حبسية لردع كل من يعني خولت له نفسه خيانة هذه الأمانة. تعاني بعض الدول العربية مما يسمى بزواج السلطة والمال، ما يصعب يعني هنا مسألة المحاسبة. إلى أي مدى برأيك تعاني المغرب من هذا الداء؟ وهو حديثنا عن يعني عن الفساد هو ايضا هو حديث عن فعلا زواج السلطه بالفساد، لان من العديد من السياسيين الشعبويين الذين هم اليوم يعطون الضوء الاخضر ان صح التعبير لبعض المفسدين ويعطونهم حصانه حزبيه ويعني يعطونهم التحدث باسم الغطاء الحزبي، هم ايضا يبحثون عن حصانة للاختباء وراء هذه الحصانة أو وراء هذا الغطاء الحزبي لكي يتمادوا في هذه الممارسات. اليوم نحن نقول على أن نحن نطالب على أن يعني لإحقاق الحق وأيضا لتنزيل ما تضمنته الوثيقة الدستورية المتقدمة جدا، يعني الدستور الذي جاء به الحركة 2011، يجب إحقاق أن إحقاق دولة الحق والقانون التي طالما يعني كانت شعارا لهذه المملكة، يعني بالضرب على بيد من حديد على كل من سولت له نفسه لها يعني خيانة هذه الأمانة. وبالإضافة إلى هذا يجب محاسبة كائنا من يكون، لأن الأخلاق الوطنية تقتضي مصلحة الوطن قبل مصلحة الفرد. شكرا لك سيدة شريفة لومير، المنسقة الجهوية لجهة الرباط سلا لحماية المال العامة.